احنا الدولة الوحيدة في العالم اللي شعبها بيضرب القطارات بالطوب. ليه بقى؟ حاجة عجيبة الشكل، حتى رجال الدين علموه كل شيء حرام وحلال الا ان هم يعلموه ان القطارات ما يضربوهاش بالطوب. حاجة عجيبة قوي. ليه ما نحافظش على ممتلكاتنا؟ ده ديت من ضرايبنا، الازاز دوت بيجي من ضرايبنا، احنا نكسره ليه؟ كل قطر ماشي من القاهرة هنا اهوت تكون ازازه كله سليم، يوصل لاسوان ويرجع اكتر من 70% من ازازه مكسر. حاجة عجيبة السواح الاجانب اللي بيوقفين على محطة القطر ويشوفوا الازاز بتاع القطر متكسر بيستعجبوا. ايه اللي بيخلي الشعب دوت يميل على طول ويضرب القطر وهو ماشي؟ ايه بقى؟ حاجة عجيبة الشجر. احنا عايزين رجال الدين يهتموا بالموضوع ده، كل واعظ ورجل دين يقول له حافظ على الممتلكات العامة. الممتلكات العامة من ضرايبك انت اللي بتدفعها، انت ملكك، وما انت تكسرها انت برضو اللي هتدفع ثمنها ونجيب بدلها جديد. ليه الشعب او ليه الاطفال تحديدا يعني يوقع على طوبة على الارض ويحدفها على ازاز القطر؟ عندنا قانون، وقانون صارم لكل من يضرب القطر بالطوب لكن لا ينفذ. لو القانون، هذا القانون الصارم لو نفذ لم تنع الناس عن ضرب القطارات بالطوب. القطر بتاعك اتضرب كم مره بالطوب؟ كتير كتير، وزمايلنا اتخلعت عينيهم. يعني لما يكون سواء قطر اتخلع عينيه، سواء قطر مات وتلاقي عقبال ما راح مستشفى القاهرة، مستشفى السكة الحديد في القاهرة، مات بسبب طوبة في الرأس سببت نزيف داخلي، مات. البازلتا بتبقى عاد بتنطلق بقوة الرصاصة، يضربها بقوة الرصاصة وتخترق الإزاز المضرة. ده إزاز سيادتك فيه من جوه بلاستيك في الإزاز مضرة عشان يمتص السطح، ورغم كده الطوبة بتخترق. احنا عايزين الناس تكون عندها وعي تحافظ على ممتلكاتها. ممتلكات العامة ديت ممتلكات جميع المصريين.